بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرحت له في القرآن العظيم صدرا، وتكفلت يا مولانا لمن يصلي عليه بالصلاة الواحدة عشرة، الذي كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أشراف أمتي حملة القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين. أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، نحييكم بأجمل تحية، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الحلقة 30 من برنامج في رحاب القراءات. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الإمام العاشر، وهو خلف العاشر. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الراوي الأول للإمام خلف العاشر، وهو الراوي إسحاق. باسمكم أعزائي المشاهدين، نرحب بأجمل ترحيب بالشيخ ولي سالم ملا ذنون. نشكركم شيخ على قبول الدعوة، اليوم إن شاء الله على إسحاق إن شاء الله نتكلم، وأيضا نرحب بالقارئ الشيخ أشرف باسل سليمان. الشيخ نشكركم إن شاء الله، يوم نسمع تلاوات طيبة عن الراوي إسحاق إن شاء الله. شيخ، تكلمنا الحلقة السابقة عن خلف، اليوم نتكلم عن الراوي الأول للإمام خلف، وهو الراوي إسحاق. تفضل معلش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتكلم عن الإمام العاشر خلف بن هشام البزار، وهو راوي الإمام حمزة في القراءات السبعة والعشرة، ولكنه من طريق الدرة هو الإمام العاشر للقراء العشرة. وكنيته أبو محمد. له راويان أخذا عنه بغير واسطة، الأول إسحاق ابن إبراهيم ابن عثمان ابن عبد الله المروزي ثم البغدادي الوراق، وكنيته أبو يعقوب، وهو راوي خلف في اختياره، وقام بعده بالإقراء، وقرأ أيضا على الوليد بن مسلم. وكان إسحاق قيما بالقراءة ثقة ضابطا، وكان لا يعرف من القراءات إلا اختيار خلف، وقرأ عليه ابنه محمد بن إسحاق ومحمد بن عبد الله وابن أبي عمر النقاش والحسين بن عثمان البرساطي وعلي بن موسى الثقفي وابن شنبوذ، وتوفي سنة 286 هجرية رحمه الله تعالى. فهذا الراوي الأول، وسنده طبعا يتصل مع سند الإمام عاصم والإمام الكسائي وأبو بكر شعبة راوي عاصم، وكلهم يصل سندهم الشريف إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إسحاق كما يعلم الأخوة القراء أنه قرأ على خلف العاشر بروايته، وقواعده طبعا القواعد مالته، أصول القواعد: أولا إذا ابتدأ بأي سورة من سور القرآن أوجه الاستعاذة والبسملة الأربعة المعروفة، أما إذا ابتدأ بين يعني إذا انتهى من سورة ووصلها بالثانية، يعني البسملة بين السورتين، البسملة بين السورتين له الوصل فقط بدون بسملة. نعم، بدون بسملة له، ولكن له الوصل والقطع والسكت بين الأنفال والتوبة. هذا لكل القراء والتوبة حصرا. نعم. فنأتي على الأوجه الأصول مالته. أصول خلف عامة، ومنه رواية إسحاق، أنه يمد المدين المنفصل والمتصل بقدر أربع حركات، يعني توسط. نعم. توسط المدين المنفصل المتصل والمنفصل. والمتصل. نعم. وكذلك نأتي على أصول الباقي، أنه باب الهمزتين بين في كلمة واحدة،
وفي كلمتين وباقي الهمزات يعني مثل له في أنت أنذرتهم أنت تحقيق الهمزتين بدون إدخال، وكذلك إذا كان الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أو الأولى مفتوحة والثانية مضمومة له فيها تحقيق الهمزتين بدون إدخال. حاله حال حفص. وكذلك إذا كانت الهمزتين أو إذا كانت الهمزتان في كلمتين مثل جاء أحد وهؤلاء إن وأولياء أولئك كذلك يقرأ في تحقيق الهمزتين كحفص. نعم. ليس له تسهيل ولا إدخال. نعم. ولا إدخال. أما بالنسبة للهمز المفرد فله تحقيق الهمز المفرد إلا بعض الكلمات التي أبدلها عن شيخه، وهو أبدل كلمة الذيب في سورة يوسف. هذا يعتبر أصول لفر الشيخ؟ لا يفهم من الأصول. من الأصول. نعم يعني. نعم. من الأصول. باب الهمز المفرد. الساكن. باب الهمز المفرد الساكن. نعم. انفرد به يعني بالذيب يمكن. نعم. انفرد بكلمة الذيب، وكذلك أبدل كلمة يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج. وكذلك حذف همزة يضاهئون وضم الهاء. حذف كباقي القراء. يضاهون. نعم. كباقي القراء، لأنه بس الإمام عاصم يقرأها يضاهئون بالهمز. نعم. نعم. إيه. وقرأ طبعا الهمزات، الهمزة الاستفهام مثل في كلمة آل آنا وآل ذكرين وأخواتها بالإبدال والتسهيل. بالإبدال والتسهيل. نعم. آل ذكرين حرم أم الأنثيين، وكذلك الذكرين حرم أم الأنثيين. يعني إبدال إشباع، ست حركات. أي نعم إشباع. نعم مثل إشباع. مثل نعم. نعم. هي وأخواتها. أي نعم. وقرأ كذلك قرأ مرجئون وترجئوا بدون همز. نعم. يعني مرجون وترجي. إن شاء الله شيخ نكمل الوصول. نعم. ايه؟ والفرج بعد ما نسمع. ايه؟ شيخ هشام إن شاء الله. نعم. وناخذ فاصل، بعد الفاصل نكمل. ايه؟ إن شاء الله. اي نعم. يعني شيخ هشام سمعنا عن الراوي إسحاق عن الإمام خلف العاشر إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسي شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونوي
يسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. ما شاء الله تلاوة طيبة طيب الله الأنفاس يا شيخ أشرف. الله يتقبل منكم إن شاء الله تلاوة طيبة. عشنا بغير عالم والله. بارك الله بيك. إن شاء الله شيخ نأخذ فاصل ونرجع نتكلم على إسحاق عن خلف العاشر إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج في رحاب القراءات عن الراوي إسحاق عن الإمام خلف العاشر. شيخ نكمل أصول. نعم. إن شاء الله. الإمام إسحاق. أي نعم. أو يعني نقول إمام كله ما إمام. طبعا بس نقول راوي إمام. حتى لا حتى أكو خلاف راوي عن الإمام. أي نعم. تفضل شيخ. الراوي هم إمام. طبعا كله إمام ما شاء الله. بس حتى خلاف بين الراوي نعم والإمام حتى نفرق. نعم. نعم. كل ما نسب إلى الإمام من قراءة فيعني نقول قرأ الإمام. وكل ما نسب إلى الراوي يعتبر راوي وكل ما نزل يعتبر طريقة. طريقة. الآن عندنا حكم إدغام ذال إذ في ستة أحرف. الأمثلة إذ تبرأ في البقرة، إذ جاء، إذ دخلوا، إذ صرفنا، إذ سمعتموه، وإذ زينا. أدغم خلف العاشر من رواية إسحاق في التاء والدال وأظهر أربعة الباقية. نعم. يعني أدغم اتبرأ وأدغم ادخلوا ادخلوا. نعم. ادخلوا اتبرأ وأدغم كذلك دال قد في حروفها الثمانية
لقد جاءكم ولقد ذرأنا ولقد زينا، قد شغفها ولقد صرفنا، قد ضلوا ولقد ظلمك. أضغمها كلها خلف العاشر من رواية إسحاق. ما شاء الله. إضغام تاء التأنيث. كذب الثمود وجبت جنوبها، خبت زدناهم، كانت سرابا، لهدم الصوامع، حملت ظهورهما. أضغمها في الخمسة ما عدا عند الثاء كذب الثمود فأظهرها. أظهرها نعم. نعم. إضغام لام هل وبل، لم يضغم شيئا منها خلف من روايتيه مخالفا لشيخه في الشاطبية. مخالفا عن عن, عن, عن روايته عن حمزة يعني. عن حمزة مخالفا نعم. لشيخه. نعم. أظهر يغلب فسوف، وإن تعجب فعجب، ويذهب فمن، ويتب فأولئك. أظهرها خلف من روايته حمزة. نعم. وكذلك أظهر نخسف بهم الأرض، وأظهر كذلك اركب معنا، وأدغم يعذب من يشاء في البقرة، وأدغم ومن يرث ثواب الدنيا. هذا الشيخ كله أصول. كله أصول. إيه كله أصول. أصول. نعم. كله أصول. وليس فرش. نعم. إيه. وحتى لو هاي بالأصول هم كذلك تجي بالفرش هم. يعني إيه ما هي ليش يعني. نهاية الكتاب. إيه تمام. نعم. أدغم يلهث ذلك في الأعراف، وأدغم باب الاتخاذ، اتخذتم، اتخذت، هل نعم. اتخذت نعم. عليه أجرا. هذا يضغم الذال في التاء. وكذلك أضغم نبذتها، نبذتها. نبذتها. وكذلك عدت، عذت بالإضغام. أظهر لبثتم ولبثت وأورثتموها. هذه أضغمها بالإظهار في روايتي طبعا. وهناك عاد حمزة يضغم. يضغم نعم. نعم. وأضغم كاف ها يا عين صاد ذكر. كلمة إذا الذكر وصلا. إيه؟ إذا وصل طبعا هي وصل. نعم. نعم. يعني الدال ويا الذاء. نعم الدال صاد ويا الذاء ذكر. نعم. نعم. واحقة كاف ها ي عين صاد ذكر رحمتي. بس هذا لنفسها يا ما شاء الله. إيه بقى طبعا هي ست حركات ستة 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 بس هاي للعلم ستة يعني. اي نعم مع اوجه البسملة الثانية. اي والاخوة بالنسبة له وصل. وأضغم ياسين والقرآن ونون والقلم. وأضغم طاسين. يعني ياسين والقرآن. اي نعم. هاي خالف ياسين والقرآن ونون والقلم. نعم. وكذلك أضغم النون من سين في ميم طاسين ميم. طاسيم ميم وأظهرها عن حمزة في السبعة. سبحان الله. يعني يقرأها طاسين ميم. بلى 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 بلى. نعم نعم. إيه. وأضغم ألم نخلقكم بالإضغام الكامل. طبعا له وجه ثاني وهو إبقاء يعني على رأي ابن الجزري أنه للكل إضغام كامل وناقص. نعم. يعني ألم نخلقكم ولم نخلقكم، هذا الوجه. بس الأشهر والأقوى إنه هو كامل. الإضغام الكامل. نعم. نعم. نأتي إلى باب هاء الكناية. هاء الكناية أمثال يؤديه إليك، نؤته منها، نوله، نصله. هل هاءات هذه نعم. يقرأها بإشباع الكسرة أو الضمة. نوليه ما تولى. نوليه ما تولى، نصله جهنم. نعم. يأتيه مؤمنا كذلك يرضه لكم بإشباع الضم. الواو ضمة الواو. هذا نعم. رجع. وكذلك يره في البلد والزلزلة خيرا يره وشرا يره. كذلك بالصلة. وكذلك يقرأ بيده وترزقانه. الهاء في بيده هذه قصر رويس، وترزقانه قصر بن وردان وقالون. ما شاء الله. اقرأها بس كسرة. نكمل إن شاء الله شيخ بعد ما نسمع. الله نسمع إن شاء الله. يلا نسمع شيخ أشرف إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يتقبل منك عيني شيخ أشرف. تلاوة طيبة هذا الرأس والعجم المصري. ما شاء الله تلاوة مصرية طيبة. أنا أشجع التراث الموصلي بس ما ننكر هاي التلاوة الطيبة. يعني احنا ما ننكر على هاي الأصوات الطيبة المصرية. شيخ ناخذ فاصل إن شاء الله. فاصل أخير إن شاء الله ونرجع على إسحاق نكمل عن خلف إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج في رحاب القراءات عن الراوي الأول للإمام خلف العاشر إسحاق. الراوي إسحاق. شيخ نكمل. نعم الأصول والفرش إن شاء الله. كمل الباب الفتح والإمالة. نعم.
لخلف العاشر ما شاء الله الإمالات كلنا سمعنا. نعم أخونا أشرف ما شاء الله الإمالة. نعم إن الفتحة والإمالة لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن، والفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. وتنقسم الإمالة إلى نوعين كبرى وصغرى. نسمي الصغرى التقليل. أي طبعا دائما هو صغرى أو بين بين. نعم. أو ملطفة. المشاهد دائما يوم أخذنا حمزة وأخذنا الكسائي. نعم. قلنا يعني بصورة عامة أنه الفتح والتقليل والإمالة. نعم. يعني الفتح مثل موسى أخذنا. نعم. أو الأعلى. نعم. إيه موسى هذا يسموه الفتح حتى المهتم والمشاهد. نعم. يعرف. نعم. موسى هذا يسمى الفتح. إيه التقليل. نعم. الإمالة الصغرى أو التقليل. نعم. موسى موسى يعني هذا بين 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 بين. نعم. بين بين يعني بين الفتح. نعم. وبين الإمالة وهي الفتح أقرب إلى الفتح أقرب. نعم. موسى والإمالة موسى موسى بحيث موسى. لا تمحض ياء طبعا طبعا موسى خليك بالفرق ان تتجنب الاماله أكيد. الماحضه اللي تقلب ياء ونسمع كثير من القراء نسمعها كانها ياء إيه وليس اماله قال لك شيئه هي شيئه ما لها شيئه غلط موسي 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 وليس موسي موسي وهي طبعا عندك المصريين يغلطون بها لان حتى يعني يوم كنا نتعلم يعني يجي على موسى يقول لك حتى يعني موسى إيه إيه إيه, إيه, إيه يعني هو حتى يعني إيش طيب الإمالة ألف وليس الياء ألف تختلف مشطورة هكذا يعني إيه مثل ما تقول بيت إيه آه, آه هكذا إيه مفتوحة إيه, إيه تمام تمام إيه إيه وتعريفها أن تنحو بالألف نحو الياء بشرط أن لا تمحض إلى ياء وهذه تكون إلى الياء أقرب وأما الصغرى وهي تكون إلى الفتح أقرب نأتي بالنسبة للإمالة الكبرى لإسحاق خلف العاشر رحمه الله مطابق تقريبا لشيخه حمزة والكسائي بالإمالات معظم الإمالات الكبرى معظم الإمالات أو أكثرها غلبها أكثرها إمالات كبرى إلا ما انفرد بها هو والكسائي عن حمزة نعم فهنا أمال كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت في اسم أو فعل إمالة كبرى نحو الهدى الهدي الهوي فآويه أو مثويكم والأفعال أتي وأبي ويخشي ويرضي وخرج بقيد كلمات لا تمال باتفاق كل القراء الحياة مناة هيهات عصايا ودنا وعفا وبدا وخلا كلها بالفتح وكذلك كلمة الصلاة والزكاة كل هذا فتح واستثني طبعا خمس كلمات لدى وإلى وحتى وعلى وما زكى الثلاثي كلها فتحا كل فتح وإن الصفا وسنا برقه كل مفتح وأمال فواتح السور الإحدى عشر الإحدى عشر من الضحى أولهم طه والضحى وقصار السور اللي موجودة طبعا وسورة النجم هي نعم. طبعا منسقين 11 وردي 11 سورة أمالها خلف العاشر كشيخه أمال أحيا ويحيى المنسوق عن نتكلم على خلف بس موافق ويا إسحاق أي نعم يعني إسحاق نعم. موافق على شيخه أي نعم على شيخه خلف أي نعم عن شيخه هو عن شيخه فهي حلقنا على إسحاق أي نعم أي نعم. نعم أمال إسحاق أحيا ويحيى المنسوقة بواو أما إذا جاءت كلمة أحيا منسوقة بثم أو غيرها لا يميلها فيقرأها بفتح يعني ذو أحيا وأحيي أي نعم إذا تبلى واو يعني أحيا ويحيى أحيي ويحيي نعم إيه موافقا لشيخه حمزة وفتح محيايا ودحاها وتلاها وطحاها وسجى وسجى مثل قراءة أربعة مطابقا لروايته عن حمزة أمال ثلاثة أفعال من الأفعال العشرة المعروفة لديه في من الشاطبية وهي الأفعال جاء وشاء وأخواتها هو أمال ثلاثا جاء وشاء ورانا جاء وشاء ورينا التي أمال في رواية عن حمزة
وأمال كلمة الرؤيا المعرف بأل من خلف العاشر من روايتيه، يعني إسحاق ودريس. أما إذا كان مضاف إلى ياء المتكلم أو الكاف مثل رؤيايا ورؤياك ففتح أقرأ بفتح. وأمال كلمة الأبرار والأشرار وقرار من روايته عن شيخه خلف العاشر مخالفا لقراءة حمزة شيخهم اللي يقرأها بالتقليل في الشاطبية، نعم. يقرأها بالتقليل الأبرار والأشرار وقرار، هو يقرأها الأبرير والأشرير وقرير. وأمال كلمة التوراة كبرى التوريه بعكس روايته عن حمزة بالتقليل الشاطبية. وأمال الراءات من فواتح السور الستة ألف لام ري ألف لام ميم ري الستة، وكذلك الحواميم السبعة حي ميم، وكذلك طاسين طيسين وطيسين ميم. وأمال الياء من كاف هاء ياء عين صاد، يقرأها كاف هاء ياء عين صاد، الهاء ما يميل هنا، ويميل الياء من ياسين، الياء من ياسين كذلك يميل. وأمال الفعل نأى، أمال النون والهمزة والألف اللي بعدها نئي في الإسراء وفصلت. وأمال الفعل رأى ورآه ورآها، ويميل الراء والهمزة رئيها رئي، ما شاء الله. وكذلك إذا كانت موصولة مثلا ورأى المجرمون النار ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يقرأها بإمالة الراء وفتح الهمزة رئى المؤمنون أو رئى وصلا نعم. نعم بس الله إيه نعم بس نعم. وأمال كذلك تراء الجمعان تري الجمعان، وإذا وقف يميل كذلك الهمزة والألف، يقرأها تري إيه نعم تري إيه. وفتح كلمة ضعافا في النساء بعكس روايته عن حمزة الشاطبية. وأمال آتيك بالنمل موافقة لشيخه حمزة. وفتح القهار والبوار مخالفة لشيخه حمزة. ما شاء الله، نحن الوقت درقنا يا شيخ. أي أسا خلصنا يعني. ما شاء الله. وأمال الطاء والهاء من سورة طه طيه. وأمال الياء من ياسين والقرآن. وأمال مثل ما نعيد الطاسين وهذا لا تكلمنا عليها، حتى تكلمنا عليها. هذا هاي إمالات إسحاق من طريق الدرة. بارك الله بك شيخ، الله يحفظك. إن شاء الله نكمل إن شاء الله الحلقة الجاية، إن شاء الله نتكلم عن دريس أم نتطرق على هذه الأمور من نفس الأمورية إن شاء الله. ختام أمسك عند أخونا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا الرئيه استغني إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. ما شاء الله، الله يتقبل. بارك الله فيكم. عيشتنا اجواء محمد صديق المنشاوي الله يرحمه. هو مولع بينهم. اي والله نحن كلنا مولعين. اكو واحد ما مولع محمد صديق المنشاوي. في ختام الحلقه لا يسعنا الا ان نشكر الشيخ وليد سالم الذنون، نشكركم شيخ الله يحفظكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. يطول عمركم ويحفظكم هذه المدينه، ما شاء الله من المشايخ الاسناد العاليه في هذه المدينه. ونشكر اخونا اشرف باسل، نشكركم شيخ ان شاء الله. حلقات القادمه ام تسمعنا طيب ان شاء الله. وأنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.